المشاهدين الذي حدث كانوا موجودين في غزة ظهروا في مكان ما جنوب وادي غزة خان يونس دير البلح غير معروف لغاية الآن بشكل كامل لا نؤكد المصادر ولا نؤكد المكان تم تسليمهم من كتاب القسام إلى الصليب الأحمر الصليب الأحمر خلطهم بين الإسرائيليين وسيدات وقاصرين وبين عمال تايلانديين مروا باتجاه رفح عبروا معبر رفح نزلوا من من الحافلات دخلوا الى داخل منطقه بنايه موجوده في في منطقه رفح عرض استعراض طبي سريع جدا من قبل الاطباء المصريين للتاكد انه ما في جراح وما في دماء تسيل وما الى ذلك تاكدوا طبعا من قوائم الاسماء كل شخص باسمه التايلانديين والفلبين والإسرائيليين عموما وتم تطابق المسألة وبالتالي تم إعلام وزارة الدفاع الإسرائيلي وزارة الجيش الإسرائيلية الموجودة في بين يمين بأن الأسماء متطابقة لنفس القائمة التي سلمتنا إياها حماس أمس وبعد ذلك تم الموافقة على الاستمرار بهذه العملية طلعوا في حافلات خاصة مصرية ذهبت هذه الحافلات إلى كرم أبو سالم خرج الإسرائيليون مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية وطبعا جنرالات من الأمن والاستخبارات استلموا الإسرائيليين دخلوا إلى داخل معبر رفح هنالك طبعا كانوا بانتظارهم أيضا مجموعة من الأطباء الإسرائيليين بشكل سريع جدا ذهبوا باتجاه الهوليكابترات الآن لا نعرف من هل هل كلهم هل, ركبوا هل, في هل يطلب منهم التحدث إلى ذويهم وأراد استخدام الشاحنات موضوع هل طبعا منهم؟ هذا حدث يعني هذا نعم هذا حدث في اللحظة الأولى يعني حسب ما فهمنا من من البيانات العسكرية الإسرائيلية بأنه سوف يتم الاتصال هاتفيا كل شخص أعود سوف الآن فقط أحمد إلى أم ولكن, إلى ولكن لا نعلم إذا هذا تم الاتصال أم لم يتم